أكيد دي لاني سائل تونس لنساء الأرض. شكرا للفنان لطفي بوشناق. الأغنية دي نذكروا أنها تم إنجازها بالتعاون ما بين وزارة المرأة والصندوق صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس. مشكورين على التحية. إذن ينضم لنا في البلاتو سيدة نيلة زغلامي رئيس جمعية النساء الديمقراطيات. مرحبا بك لنيلة، نورتنا. كذلك الأستاذة ورئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية سيدة راضية الجربي. مرحبا بك، كل عام وتحية بخير سيدتي. وبيك وكل متفرجيك، وإن شاء الله كل عام والتونسيات بألف خير. التونسيات بألف خير، لكن نحبوا احنا ديما التوانسة يكونوا بألف خير. البارح خرجوا بيان مشترك مع المنظمات الوطنية فيه العديد من النقاط حول مستقبل تونس، وكذلك أكيد مستقبل تونس من مستقبل المرأة التونسية. بالتأكيد، لأنه نضالنا من أجل حقوق النساء ما هوش في بمعزل عن نضالنا من أجل حقوق الإنسانية للإنسان، وهذا اللي نحبوا احنا ديما نوصلوه. كون وراه حقوق النساء ما هيش بعيدة وما هيش حاجة هكا مسقطة، وإنما هي جزء من النضال من أجل تحقيق الحقوق الكونية للناس الكل، اللي هي العدالة والمساواة وغيرها من الحقوق الكونية. دونك البيان نتاعنا اولا ساعة الحقيقه خلينا نلخصوا للساده المشاهدين ماذا ورد في هذا البيان. البيان نتاعنا الحقيقه فيه انشئنا بابين، اولا زوز محاور كبار. زوز محاور، فما اولا تثمين دور اللي قامت به المرأة التونسية في العشر سنوات الأخيرة، لكن زاد في ما قبل حتى الثورة، ومنذ دولة الوطنية تأسيس الدولة الوطنية دولة الاستقلال. ما يلزمش ننساو كون ورانا احنا اللي موجودات اليوم، احنا سليلة حركة نسائية قوية وأيضا حركة تقدمية كبيرة في البلاد اللي جينا احنا اليوم سلالتها. والنساء التونسيات معناها تحية بالحق، تحية إكبار لهم، لأنهم حافظوا على الموروث هذاك، على الثورة الفكرية هذيك، على كل النضالات اللي قاموا بها النساء التوانسة، لكن أيضا اللي قاموا بها المفكرين والمصلحين التوانسة، راكموا هالنجاحات هذية وكبشوا فيها. وقت اللي جات مجال أنه تشكوا في حقوق ومكتسبات النساء التوانسة، النساء هبت وخرجت بشكل ما ينجمش التونسي اليوم ينسى، حتى حد ما ينسى حركة حراير تونس و13 أوت، حتى حد ما ينسى النساء كيفاش كانت هي بيدها معادلة صعبة في انتخابات 2014، وحتى حد ما ينسى أيضا الوقفة الكبيرة اللي عملتها النساء تونس، سواء توا في الكوفيد، سواء في كل المحطات اللي وقتها تلمينا ضد الإرهاب، ضد كل ما يمكن أن يشكل خطر على مكتسباتنا، على بلادنا، على مدنية الدولة، على المبادئ الجمهورية وقيم الجمهورية. معناها النساء تونس تحية كبار ليهم، كبيرة برشا. هذا زاد يزم نثمنوه ويزم نقولوه، وفي نفس الوقت النساء التوانسة مازال عندها مطالب. صحيح مجلة الأحوال الشخصية هي ثورة فكرية، ثورة اجتماعية، هي دستور اجتماعي للدولة التونسية، لكن زاد مجلة الأحوال الشخصية جات بعدها قوانين أخرى الحقيقة مهمة، لكن ما زلنا نستناو ان هالقوانين والترسانة من القوانين والتشريعات وايضا المصادقات او الامضاء على بعض الاتفاقيات الدولية اللي تنبذ العنف ضد النساء وتكرس مواطنة النساء ما حسوهاش التوانسة. وذاك علاش انا اليوم تقريبا مشيت لاكثر من اذاعة وسمع، معناها لانه اليوم يوم مهم بالنسبه للنساء. الناس الكليك فما اللي يقول لك شبيك متعاودوا في نفس الموضوع، فما اللي يقول شبيكم هم وصلنا لحد شيء. اولا احنا يلزمنا نعاود، انا مش متقلقه من انه نعاود، ومتاكده اللي بعدي والجيل اللي بعدي باش يعاود، لانه في الاعاده معناها رانا مش نسكتوا. كل حاجه ما خديناهاش، كل حاجه رينا فيها مس من حقوقنا، باش نقعدوا نعاود ونطالب. فما حقوق ايضا النساء التوانسه من درجه نحكيو احنا خلينا نذكروا بالمنجز التشريعي لفائده المراه التونسيه في التقرير التالي لفائده المراه التونسيه ومراكمه هذه الحقوق، لكن بعد باش نحكيو ما بعد هذه الحقوق، التحديات الجديدة والمطالب الجديدة. زهرة فضلي في التقرير التالي. منذ
الاستقلال سنة 1956 حظيت المرأة التونسية بجملة من الحقوق والامتيازات جعلت منها الاستثناء مقارنة بوضع النساء آنذاك في العالم العربي. هذه الحقوق كفلتها تشريعات مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في أود من سنة 1956 والتي تمنع تعدد الزوجات وتمنح حق الطلاق للمرأة والحق في التعليم والعمل. لكن هذه الحقوق لم تكن كافية لتحقق المرأة التونسية المساواة الكاملة مع الرجل ولحمايتها من العنف سواء داخل محيط الأسرة أو خارجها. بعد الثورة حققت تونس خطوات جديدة في مسار ضمان حقوق المرأة ومكافحة التمييز ضدها. سنة 2014 رفعت تونس كل التحفظات الخاصة باتفاقية سيداوة التي صادقت عليها سنة 1985، واتفاقية سيداو هي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979 تهدف للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي هذا الإطار أقر البرلمان التونسي القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 من أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. ومن المكاسب الجديدة التي تحققت للمرأة التونسية وفي إطار تكريس حق حرية اختيار القرين، ألغيت في سبتمبر 2017 كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي من ذلك منشور 1973 وكل النصوص المشابهة له. ومن المكاسب التشريعية التي حظيت بها التونسيات بعد الثورة دستور 2014 الذي كرس مبدأ المساواة ومكافحة التمييز بين الجنسين في فصليه الحادي والعشرين وستة وأربعين اللذين وردا في باب الحقوق والحريات. في سنة 2014 تمت المصادقة أيضا على القانون الانتخابي وهو القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والذي وقع تنقيحه لاحقا في فيفري 2017، ويكرس هذا القانون بدوره المساواة بين الجنسين من خلال مبدأ التناصف في القائمات الانتخابية. في 2015 وتنقيحاً للقانون عدد 40 الصادر سنة 1975 والمتعلق باستخراج جوازات ووثائق السفر، صادقت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب على تعديل ينص على إلغاء كل ما هو تمييز بخصوص استخراج جواز سفر القاصر أو سحب جواز السفر أو الترخيص في سفر القاصر إلى الخارج، وأصبح بذلك سفر القاصر خاضعاً إلى ترخيص أحد الوالدين أو الولي أو الأم الحاضنة بعد أن كان حصراً على الأب. لكن رغم كل هذه القوانين والتشريعات فإن الطموح لتحقيق المزيد من المساواة بين المرأة والرجل ما زال قائماً في تونس، من ذلك الدعوة للمساواة في الميراث. أكيد منجز تشريعي نحسد عليه لنيلة رئيس جمعية النساء الديمقراطية نيلة زغلامي. أنتم خرجتوا بيان البارح فيه مجموعة من النقاط، عشر نقاط خلينا دي كوموندمون. 32 سنة تمر على الحقيقة إنشاء الجمعية، وأنا نحييكم لأنكم قاعدين تشتغلوا بثبات في المجتمع المدني. لكن هل نساء ديمقراطيات وصلت إلى كل النساء، بلغت المقصود لكل النساء، وعاد كل النساء بحقوقها الواردة في هذا المنجز التشريعي اللي كنا نحكيه عليه، سواء مجلة الأحوال الشخصية أو القوانين الحقيقة اللي تم تنقيحها وإضافتها إلى هذه المدونة التشريعية؟ كل عام وانت حية بخير النيل. يعيشك. احنا زاد يوم 6 أوت هو ذكرى تأسيس الجمعية، 32 سنة تمر على ذكرى تأسيس الجمعية، دونك في أوت حافل هو، لأن احنا بيدنا معناها مسيرة النضال النسوية اللي احنا خذناها واللي خذوها المناضلات ومن طهر الحداد وصولا معناها إلى اليوم، فكانت النتيجة بطبيعة الحال نتيجة هالنضالات النسوية هذية أنه جاء قانون 58 ل 2017، أنه جاء قانون 37 تاع 2021 بتاع العمل المنزلي، انه هناك ترسانه من القوانين. ولكن احنا بما اننا نحتفلوا بصدور ذكرى صدور 65 سنه على مجله الاحوال الشخصيه، يلزمنا نتوقفوا هنا عند اللحظه التاريخيه هذه
ونشوفوا التحديات الجديدة، المطالب الجديدة، ونشوفوا المطالب الجديدة، مطالب بالمساواة، مطالب بتفعيل برشا قوانين، مطالب خاصة القوانين نتاع العنف المسلط ضد المرأة بأشكاله وأنواعه، مطالب بتفعيل اتفاقيات صادقت عليها تونس، منها اتفاقية سيداو. موجود هذا الكل موجود في البيان، لأنه أعطينا النقاط الكبيرة العشر أو المحاور اللي تضمها. بطبيعة نجم نعطيكم، ما فهمش حتى إشكال، هو إعادة الاعتبار للدولة المدنية القائمة على مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين، وهنا وقت نتحدث عن المساواة بين المواطنات والمواطنين بما فيها المساواة في الميراث، بما فيها المساواة معناها في الحقوق وفي الواجبات اللي كرسها الدستور في الفصل 21 واللي كرسها زادة في الفصل 46. ايضا وقت نتحدثوا ونطالبوا ونحبوا تفعيل ونحبوا قرارات جريئه ونحبوا تطوير المجله هذيه اللي معناها في 56 كانت تعتبر ثور، بينما اليوم راوها اللي هي اصبحت تكرس الذكوريه، بان رئاسه العائله ما زالت للرجل، بانه ما زال عندنا المهر، بانه ما زالت المواريث، بانه ما زالت الولايه، ما زالت الحضانه. كل هذه النقاط في مجلة الأحوال الشخصية احنا في العشرة نقاط قاعدين نطالبوا من ناحية بمراجعة هذه المجلة، وأيضا مشينا أبعد من المجلة طالبوا بالتناصف في التواجد في القرار السياسي، في الحكومة، في الدواوين، في الهيئات المنتخبة والغير منتخبة داخل الوطن وخارج الوطن، لأن نعتبروا اللي إذا نتحدثوا عن المساواة وإذا كان نحبوا بالحق ندافعوا على نساء تونس، رأي الحقوق ما لا تجزأ الحقوق. وقت اليوم نحبوا مثلا سيادة الرئيس يحب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نثمنوها ونباركوها، ولكن نقولوا له يا سيادة الرئيس راهو جزء من الحقوق الاقتصادية ملكية الأرض. المرأة وقت اللي تبدأ مهندسة وتحب تعمل مشروع يقولوا لها هات ملكية الأرض. المرأة الفلاحة اللي تخدم ب9000 وظهرها منحني وتموت في شاحنات الموت وقت نمكنوها من الميراث متاعها، وقت اللي يبدأ عندها ملكها قطعة الأرض تنجم تشتغل فيها من غير ما تضطر إنها تتنقل معناها في شاحنات الموت، كلها ما تتجزئش. وقت نمشوا لنساء في حي هلال، هذيك عمق تونس، وأحنا ماناشنا منبتات على عمق تونس، أحنا في ذكرى تأسيس الجمعية وفي ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية نطالبوا بقوانين جريئة، بإجراءات عملية للنساء هذوم، هات المساواة في الأجر للنساء الفلاحات. احنا توا عنا سنتين عجاف نسمو فيه، لأن مع كل رئيس على الأقل في كل حقبة زمنية عنا مطلب يتحقق على الأقل في تغيير، في تطوير لمجلة الأحوال الشخصية، في الحصول على القانون 58 لمناهضة العنف المسلط على النساء. وإحنا توصلنا راهو لدرجة من العنف إنه النساء اليوم وصلنا معناها لدرجة التقتيل، معناها فما نساء لأن نحن نعتبروهم المعنفات هم الناجيات من الموت، لأنها تنجم في معناها في ضربة من ضربات هي تفقد في ضربة خاطئة تفقد حياتها. هذاك علاش الجمعية اشتغلت على محور العنف، مناهضة العنف، وكان محور أساسي في مراكزها داخل تونس وفي القيروان وفي المستير وسوسة، عندنا فرع معناها يجمع بيناتهم، وعندنا فرع كبير في صفاقس في معناها في عمق تونس. هذا اللي نتحدثوا على عمق تونس، عمق تونس راه ما يحتاجش فقط معناها للدواخل، راهو فما هنا في تونس فما عمق، والعمق إذا نتحدثوا عليه هات نعملوا قرارات جريئة من أجله. ما يكفيش راهو أن نعملوا معناها استعراضية، مسائل استعراضية ومعناها نكونوا متعاطفات ومتضمنات معاهم، لأن احنا في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات متضمنات مع الفلاحات وعملنا دراسة عليه، متضمنات مع العاملات المنزليات وعملنا دراسة عليهم وخرجنا. لكن توا نيلة زغلم الحقيقة فما اتفاقيات تم توقيعها حتى الأسبوع اللي فات مع وزارة المرأة على مشروع رائدات 2، ومعناه فما العديد من الاتفاقيات حول مسألة التمكين الاقتصادي، معناه باش نعطيه لكل ذي حق حقه. التمكين الاقتصادي بالنسبة لنا نحن لازم تكون فما استراتيجية واضحة فيها تغيير المنوال التنمية، فيها معناها مناهضة تأنيث الفقر، فيها معناها تنزيل الحق
معناها الحقوق يعني الاقتصاديه تمكين المراه من اليات العمل نتاعها بقوانين، لان احنا شفنا في مجله الاحوال الشخصيه وقت اللي منعنا تعدد الزوجات كان معناه قرار جريء، وبعد الارضيه الثقافيه اللي تكلمت عليها من بكري الصديقه والتعليم والعقليه تغيرت بشوي بشوي. توا زاد نحبوا على قانون حبوا على قوانين مش قانون، قانون في التناصف في التواجد في مواقع القرار، واضح. نحبوا على قانون في المساواة في الإرث، نحبوا على قانون في إلغاء الرئاسة العائلة وفي إلغاء المهر وفي إلغاء الولاية والحضانة، نحبوا على قوانين المساواة في الأجر للنساء الفلاحات، نحبوا على نقل آمن للنساء الفلاحات. واضح واضح نفس الفكرة. خديجة معلم خبيرة أممية وناشطة حقوقية، أكيد الكلام بتاع مدام نايلة فيه الكثير من التعليق. الخبرة اللي نحب نشاركها مع الناس الكل في 1998 خاطر نحكيو خاصة على نقطة الثقافة. إيه هيك الثقافة، أنا باش نجاوبك بالضبط على الثقافة. في 98 كنت نمشي لحي التضامن، كنت نمشي لسيدات كانوا أميات ما يعرفوش يقراوا ويكتبوا، لكن سيدات عمرهم أميات في القانون، عمرهم ما سمعوا لما جلت الأحوال الشخصية لا عندهم حقوق لا عندهم حتى شيء. اذا الوصول لهم في 98 كان مهم توصل لها المعلومه، اما ما يكفيش، خاطر من بعد باش ترجع لك تقول لك انا عندي مشكله عندي عنف مثلا، لو ما تلقاش محامي او محاميه يتطوع بلاش باش يقف معها في محكمه وينصرها قدام الشخص رجلها اللي عنف فيها ما عملنا حتى شيء. اعمل المجلات اللي تحبهم والقوانين ومتاع العنف الكل، راهو المساله ما هيش فقط قوانين، عندنا مليون حاجه يلزم تغير الثقافة، أنه هذا الراجل يفهم أنه مش رجولية أنك تهز يدك وتضرب مرتك، ماهيش رجولية أنه الطفل تعيط على أمك. الإعلام مسلسلات اللي يورونا مسلسلات ممثلين يعيطوا، ممثلين يمثلوا يعيطوا عن نساء وكالعنف، هذاك هو اللي قاعد يدخل في اللاوعي متاع الصغار، أنه طبيعي أن نعيط على أختي ونضربها، وطبيعي أن أمي تقول يقعد أقرأ واختك، هيك اللاوعي الكل اللي احنا محناش نخدموا عليه، سواء في الإعلام سواء في القراية في الثقافة، كي نقبلوا أنه بنيات صغيرات نغطيوا لهم راسهم على خطر شنو الرسالة اللي تعطي فيها، شنو الرسالة معناتها الرجال التوانسة كلهم بيدوفيل، اختر صافي كي تعدي الرسالة أنه هي عورة وصوتها عورة والكل عورة. احنا 10 سنين وإحنا يوميا في الإعلام متاعنا نسمع في خطاب كله ضد المرأة بقطع النظر، طلعت وزيرة ما طلعتش هذاك الكل هذاك نوبار، أما هذيك الكل هذاك راهو ما يتمحاش، خاطر 80% من الحاجة اللي توجهنا راهي اللاوعي متاعنا، راهو الوعي فقط 20%. إذا أنك تقول برك عندي قوانين هي مش سامعة بهم، مش لقى شكون يقف معها سواء في العنف، لكن تمكينها حتى تقول اقتصاديا عملت لها قانون، هي ما سمعتش، هي ما سمعتش، هي قاعدة تخدم تبسيط المعلومة وتبليغها، والإنسان يكون متشبع بحقوقه وخاصة تعطيها فرصة، راهي عندها نفس الحلم. راهو البارح كنت أنا مع نحكي مع عاملة نتاع نظافة هزيتها في كرهبتي خاطر احنا ماشيين مع بعضنا باش نوصلها، تحكي عندها نفس الحلم وجاهد جهد كبير باش بناتها يكونوا في الجامعة، وما عندك حتى فكرة الفخر نتاعها، في حين أنه رجلها يقول لا لا هذوكم توا يهزوهم الرجال، وإحنا توا معناتها الفلوس نبنيو بهم. الأم لا، معناتها رغم المدخول الضئيل شدت صحيح، هذيك هي القوة. دونك اللي لازم نعملوها نعاودوا إعادة النظر في كل اللي عملناه كله، سواء كنا حكومة ومجتمع مدني، لهيك الكل راح ما وصلناش يا جماعة، مازلنا ما وصلناش. معناها لازمنا أجندة جديدة للمجتمع المدني، أجندة جديدة تركز على الثقافة. هاو رسالة نوجهها بحذاك مدام راضية الجربي، معناها هي على رأس الاتحاد، نعرفوا منظمة عريقة وعريقة وعتيدة جدا يعني. أنا باش نتفاعل معكم في حاجتين قبل ما توا نقول لك رأيي. دابور صحيح مهم القوانين، ما نجموش حتى مرة نقولوا راهو القانون مش مهم، مهم كيف ما قالت صديقتي نايلة، لكن ومهم تبسيطه. واحنا في الاتحاد ما نعرفش انا معناها اعتقد عام 80 او في التسعينات تولوا ترجمه مجله الاحوال الشخصيه الى لغه بالدارجه، وعودنا سنه وزعناها، وسنه في 8 مارس ترجمنا القانون 58 الى لغه البراي، وعملناه بلغه الاشارات من اجل انه ايضا، وعملناه بالدارجه باش ايضا نساهموا في نشره بين مختلف فئات النساء اللي مستحقته. لكن ماهوش كافي يا استاذ، ماهوش كافي، ماهوش كافي، لانه الحكايه كلها من تجربتي في الاتحاد الوطني وايضا كمحاميه، المساله تتطلب حاجتين في اعتقادي. فما عمل
استراتيجيات اللي هي ما تنجم تعملها كان بتغيير العقليات، وتغيير العقليات مش كان معناها بالعمل الثقافي، وما نشوفش نقعد انا دوري اليوم معناها كسلطه تنفيذيه او كسلطه نافذه في البلاد او كسلطه تقرر صاحبه السياده في البلاد هذيا، يلزم نعمل على تغيير العقليات من اجل القضاء والقطع على السلوكيات هذيا، ومن اجل ايضا تكريس القوانين على ارض الواقع، لان انا حطيت كمشرح حطيت القوانين. وهذا يجي بتغيير المناهج التعليمية، بتغيير المناهج التربوية، بتغيير الثقافة، بتغيير الخطاب الديني وغيره، هذا الكل وبناء جيل جديد دعم إعلامي أكثر. هذا عمل على العمق، وفما عمل آخر اللي هو عمل يجي إرادي اللي هما توا كيف ما قالت نيلة، وهذا مطلب زاد في بياننا اليوم، زاد يزم يكون فما قرارات فعلا جريئة، منها في اعتقادي أن يكون فما مكانة أكثر للنساء في مواقع القرار وفي مواقع السلطة، خاطر هذا زاد يعاون على تغيير العقليات، ولأن النساء وقت اللي يوصلوا هما إلى مواقع القرار باش يغيروا من واقع النساء، لأنه للأسف الحكومات اللي تعاقبت معناها ودولتنا على مر السنين اللي كانت ذكورية بالأساس، هما بيدهم نفس الذكور اللي هما بيدهم عائلاتنا وباتنا والأمنية اللي كنت تحكي عليه أنت، ويقبل اليوم محتاجين انه الصوره تتغير، وانه النساء يتواجدوا في مواقع القرار حتى يسهلوا عمليه تحسين واقع النساء، وخاصه مناهضه العنف بمختلف انواعه. ما نحكيوش كان على العنف المادي، عنف معنوي اقتصادي سياسي، ريتوا المشاهد نتاع العنف داخل البرلمان، سياسيين هذوكم بامتياز ومشرع، وهو من شرع ضد العنف يعني وصل لي اعلى مستوى. هذاك علاش يلزم فما عمل افقي اللي هو يجي عبر وصول النساء والدفع بالنساء وإعانة النساء وتعيين النساء في مواقع القرار وفي مختلف معناها السلم الوظيفي الارتقاء وغيره، وفما عمل دفون يتعمل مع تغيير المناهج، وهكا نجم نكون عندنا فيزيون في 10 سنوات باش نبني جيل مبني على حقوق الإنسان، مبني على الاحترام المواطنة الكاملة للمرأة والراجل، مبني على قيم المساواة، على العدالة، على الأخلاق والقيم، لأنه راهو حتى القيم مشيت أو كتقول لك مدام خديجة راهو الوليد يسب أمه، ما كانش عنا معناها وليت فما انفلات لأنه راهو في المشاهد الإعلامية في السياسية في المسلسلات سمحني هذا مسلسل حريم السلطان اللي ما انتهيش، شنو هو معناها النساء الرجال جد عليهم اللي هم شوالي وشمسلاتين والنساء باش تولي، شوفوا حتى اللي بيجوا النساء الكل ولات كي خاتمة رشكون هي ونو معناها فينا المو معناها فما استبطان لثقافة ذكورية معناها الناس كل مشافي بيلو السيد والسلطان والنساء الكلها تحسب روحها في يحسبوهم في الحرم لك، سمحني هي مش ثقافة تليق بتونس في القرن 21، ما تليقش بتونس متاع مجلة الأحوال الشخصية وقانون 58 وتونس الدستور متاع المساواة والمواطنة الكاملة، ما يليقش بينا معناها زادة هالتراجع هالصورة هذه اللي نعطيو فيها على المرأة. شوفوا زادة في فترة رمضان اللي تكثر فيها معناها الناس تتفرج على المسلسلات شنو نعديو فيه، يما المرأة صورة معناها يا لعوب يا زانية يا خايبة يا فما نساء عداوهم ناجحات متألقات مناضلات بالكد طلعت بناتها وأولادها، هذا زادة يلزم نغيروه، وهذا الكل عمل يتطلب إرادة فعلا سياسية، إرادة سياسية وإرادة زادة كذلك على المستوى الميداني المجتمع المدني. خديجة معلا خلينا نحوسوا معاك حول هذا الموضوع. أنا موافقة، معناتها نحبوا إرادة مجتمعية اللي كلنا نحسوا روحنا رجال ونساء، خاطر شوفوا فماش عركة بين رجال ونساء، احنا عمرنا ما تعاركنا معهم ما نحبوش نتعاركوا معهم، احنا نحبوا نكونوا مع بعضنا نعاونوا، علاش احنا شنو نحبوا؟ نحبوا يكونوا عندنا أسر اللي هي متزنة ومتربيين، راهو تعرف ماهيش طالبين حتى شيء، تعرف معناتها الفرق فما المتربي مش متربي، مش حتى يوصل يعيط على أمه تو ما عادش حتى يقولوا صباح الخير أنا نقابل في عبيد حتى يقول لك على السلامة ما عادش، معناتها قاعدين هالثقافة كلها الدخيلة، معناتها نوصل احنا ضيعنا الثقافة هذيك ودخلت علينا الثقافة دخيلة كبيرة برشا. واضح. اللي يزمنا نقيموها ويزمنا نفهموها ويزمنا نعطيه توا البديل، معناتها مهم جدا توا انه هالشيء كله نرجعوه خاطر عندنا، خاطر هو راهو في ثقافتنا، تعرف ثقافه الاحترام عندنا ماهيش بديله، ونحب نقول راهي المساواه ما فماش عدل بدون مساواه، الناس اللي تحسب روحها تدافع على العدل لا يوجد عدل بدون مساواه، خاطر انت كي تعامل بنتك وولدك بطريقه مختلفه ما فيهاش تساوي اذا انت لم تعدل معاهم، سواء في الميراث وغير الميراث، اذا كانت تحب العدل
جيب المساواة ومهم جدا، وخلينا خاصة كما الأستاذة كل ما هو الترجمة وكل شيء حاجة خارقة العادة، لكن ما يكفيش أنه يزم تقف مع المرأة تعاونها. تعرف وقتاش تحلوا المشكلة؟ نهارت ما فما حتى بو أم يسمح كي تجيب بنته تشكيله أنه ضربها زوجها، أنه ما يقولهاش أرجع له، لا هو يحترمها واللي صبرت نالت. أي وكل الأقوال وكل كل يزمان نخدموا عليهم برشا برشا، إن شاء الله الخديف يخدمنا على حويجة مزيانة. ووقت يولي ما حتى بوليسي كي تمشي تشكيله زاد يقولك، وحتى قضاء كي نوليه كلنا مسؤولية مجتمعية كما كنا قبل. قبل كنت تخش في الشارع كان يجبدك أي واحد ما تحتاجش تمشي تشكي به البوليسية، فما الأولاد الحومة متاعك الكل يهجموا، تو ما عادش تو يهجم حتى تاكل تريحة يقتلك قدام حتى ما يتحرك. إذا هالحاجة كما صار للطبيبة اللي معناتها فقدناها بشكل مرعب مرعب معناتها بالعنف هذاك. إذا خلينا نعودوا بطريقة إيجابية وقوية، نعودوا نعيدوا النظر في كل شيء ونبدلوا كل شيء. واضح. شكرا لك خديجة معلا. نخليكم مع أكيد موسوعة النساء التونسية، تحدثنا عليها قبلك مع سيدة نجلة علاني، إنجاز الكريديف، نتعرف عليها أكثر العمل هذايا في التقرير التالي. الكريديف، شكرا لتوثيق مسار 100 امرأة وامرأة نساء تونسيات أيقونات تونسيات، يعطيك الصحة والكمل الفريق العامل في الكريديف. يعني شكرا هما، انا نحب نتفاعل هذه الخدمة هذه العمل على الثقافة، كي نخدموا احنا على الثقافة مهم برشا باش التونسي والتونسية يستبطنوا ثقافة المساواة، ثقافة حقوق المرأة. هذه من نجموا نعملوه كان عبر الثقافة وعبر معناها التربية، واحنا هذه العمل متاعنا باش نمشي ونناصر قضايا المرأة عبر هذه. نحب زادة نرجع بالنسبة للنساء اللي معناها العاملات، قمنا بدراسة حول عاملات المنازل أيضا، وكانت التوصية متاحة هي اللي كيرفعناها لوزارة الإشراف، تم على أساسها صياغة القانون اللي تمت المصادقة عليه. كذلك بالنسبة للنساء الحرفيات، قمنا ببحث موظف حول حرف النساء والديناميكية الاقتصادية المحلية، وخذينا مثال معناها سليانة والمهدية، وعلى أساس وخذينا جائزة منظمة التعاون الإسلامي، على خاطر قمنا بتشخيص الوضعية في ولاية سليانة وفي المهدية، شنو ما نقاط الضعف نقاط القوة، وعلى أساسهم توجهنا للحرفيات اللي هما قاعدين في الدار، واللي معناها يجيدوا العديد من معناها من الحرف، منهم معناها المأكولة، منهم الصوف، المشغولات اليدوية الصناعات التقليدية، وقمنا معاهم بتكوينهم كيفاش هي تعمل دراسة جدوى، كيفاش المشروع متاحة تعرف معناها تعطيه قيمة باش نجم تبيعه وتسوقه، مش في الصحيح في المحلي لكن على مستوى دولي، واحنا قاعدين توا باش نمشي والولاية زهوان والقيروان وباش نحاولوا نعموا هالبحث هذايا الموظف على ولايات الجمهورية. يعطيك الصحة نيلة غلامي. أكيد التبكيل الاقتصادي من هواجس المرأة التونسية اليوم، كيف الوصول إلى مواقع القرار، تفعيل المساواة كيف ما قلت أنت قبليك في من المطالب الأساسية للمرأة التونسية. هو احنا من بكري تحدثنا شوية على مسألة القوانين اللي هي راهي تنجم هي تسبق الثقافة وتسبق البرامج بالفعل التعليمية، وهذا اللي صار في 13 أوت 1956 من خلال مبادرة زعيم بورقيبة آنذاك، وكانت وقتها ثورة وقتها ثورة في مجلة الأحوال الشخصية، الثورة المنتظرة اليوم في واقع المرأة التونسية. أي تحديات؟ لحظة برك،
جست نحب نقف على حاجتين، على مسألة قانون 37-2021 اللي معناها هو مكسب للنساء العاملات العاملات عاملات المنازل، وفما قانون 58-2017 اللي هو مكسب، واللي قاعدة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تشتغل من أجل تبسيطه وتوصيله، من أجل تخدم حتى على القرارات، حتى على تغيير العقلية متاع القضاة، لأنه توا عملنا دراسة على القرارات، هل القضاة معناها قاعدين يشتغلوا به؟ لأنك أنت من بكري سألتي على الوحدات المختصة اللي معناها تستقبل النساء، كيفاش هي بيدها ما زالت ما هيش مستبطنا المقاربة الحقوقية، ما زالت ما هيش مستبطنا. أنا تقصد قاضي الأسرة، قاضي التقديم، قاضي المنازل. لا لا، وحتى الوحدات المختصة، الوحدات المختصة الأمنية الأمنية اللي تمشي لها المرأة باش تشكي، كيما من بكري قالت تقولها بلا وخلي على دارك، وهذاك اللي صار الرفقة الشيرني. احنا في الجمعية عملنا زيارة تضامن لعائلتها ومشينا لها بعد وفاتها مع الأسف، لأنها مشيت وشكيت بزوجها وقالت وكان ثم آثار معناها عنف شديد عليها، ومع ذلك لم يتم التعهد بحمايتها وإبعادها مثلا من محل الزوجية، أو معناها إبعاده هو من محل الزوجية. هذه الكل لازمنا نشتغلوا عليها، وقاعدين نشتغلوا عليها في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. مانيش واحد كما القانون اللي حكيت لك عليه بتاع 37-2021 اشتغلنا عليه مع الاتحاد العام التونسي للشغل، اشتغلنا عليه مع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اشتغلنا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قاعدين نشتغلوا مع المعهد العربي، معناها فما مع لافتور، قاعدين نشتغلوا مع العديد من الجمعيات اللي قاعدين نحاولوا ان نعملوا ضغط مع بعضنا، ونحاولوا ان مثلا نحقوا مكاسب للنساء هذوم. احنا تو شنو طالبين؟ طو انت الجوهر السؤال بتاعك، انت تو شنو طالبي؟ احنا اول مطلب الساعه هو التناصف في الحكومه، التناصف قد نساء قد رجال. ما فماش علاش احنا مواطنات ندفعوا في الاداءات كيفنا كيف الرجال، ما نتمتعوش بحقوقنا كيفنا كيف الرجال، ويقولوا لنا انتم ما عندكمش الكفاءه. اي علاش اللي حكمونا بعد 2010 عندهم الكفاءه، خارجين عندهم 17-18 سنه من السجن عندهم الكفاءه، ومش كان هم وقص على ذلك من طول العشرية، نسموها العشرية السوداء هذي اللي رغم تحقق فيها بعد حرية التعبير وتحقق فيها، وإحنا ماناش متراجعين عليها، وتحققت فيها جملة من الحريات. إحنا المجتمع المدني ومكونات المجتمع المدني بكل أطيافه، إحنا صمام أمان من أجل الحفاظ على الدولة المدنية، من أجل الحفاظ على الحريات هذا، من أجل الحفاظ على حقوق النساء، ومن أجل المضي في قرارات جريئة وفي قوانين جريئة وفي قرارات قادرة إنها بالحق تحقق المساواة للنساء، لأنه يزينا يزينا توا كل وين نقولوا له منحبوا على المساواة، مش وقته العقلية، مش حتى نعملوا حوار مجتمعي. علاش تعمل في حوار مجتمعي على حقوق موجودة في الدستور مدسترة وكذلك مصادقة عليها في الاتفاقيات الدولية، في اتفاقية الصيدا وراو ترفع عليها كل التحفظات، ومع ذلك ما زلنا معناها نعانوا من مخلفات التمييز وخاصة تهميش النساء. دونك الجمعية جست باش نقول الكلمة هذه معناها ونحيل الكلمة ليها، انه الجمعية ايضا هي بالنسبة لنا تو القلب النابض للنساء الكادحات وللنساء المفقرات والمهمشات، وحد ما يزيد علينا، وحد ما يقول احنا وهم، لاحنا نحن هم وهما احنا. احيانا فما نساء تتبع فينا، اكيد فما رجال يتبعوا فينا، فما اللي يقول لنيلة زغليمي عندها الحق، يجب التناصف، لانه التونسيات يبرزن في المناظرات الوطنيه، يبرزن في نجاح في المناظرات، في نسب التمدرس، في كل شيء، الان ديما عندنا نسب ارتفاع. ترى انه التونسي يقبل اليوم انه تكون الحكومه مناصفه ما بين في السياسيين، معناها بقدر ما ترقى وزراء نساء ترقى وزراء رجال، كتاب دوله نساء كتاب دوله رجال. شو نقول لك اكثر من ذلك؟ احنا 70 سنه حكموا رجال ولا لا؟ تويكا فرصه نتحدى بها رئيس الجمهوريه ان يكون عنده حكومه فقط فيها نساء. نساء عندهم قدرات ما عادش النص برك كلهم الكل وقت تو يجي طالب مساواة. خلي القدرات، شوف توا تونس في فترة صعبة ياسر 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 على كل المستويات، يلزم فريق عمل قوي ياسر، مش نختاروهم بالكعبة، لا لا لا، فريق عمل نسائي كما الدول الاسكندنافية باش يمنعونا. تعرف في رواندا كانوا خارجين من معناتها من جينوسيد أرعب، نساء أكثر في الحكومة في البرلمانات، إبادة. شكون منحهم؟ نساء متاحهم وبرشا، والأمثلة برشا ومش لازم نحكيوا عليهم. توا في تونس هات نجيبوا فريق نسائي، بس كنا تفرجنا 70 سنة وهو شفنا وين وصلنا، وتو شوف كيفاش تختمين لقائك معنا بحكومة ونساء تحت اي 10 نساء يشدوا البلاد هذه
وتوا نقول لك كيفاش تولي. شكرا لك، ان شاء الله كل عام وانتي حيه بخير. الخبيره الامميه خديجه معلا وكذلك الحقوقيه نورتنا هذا المساء، شرف لي. يعيش، شكرا لك. نخليكم مع شريط البسكليت. شريط البسكليت اكيد هو شريط من اعداد الكريديف. الحكايه نتعرفوا عليها اكثر مع زميلتنا نورس. والحقيقه العمل هذايا باش يثير الكثير من القضايا اللي تعاني منها المراه التونسيه. نتابعوا مع بعض. مش انتي المحكة قلتلها باش ندخلك بسكليت؟ بسكليت اسم رمزي لمجموعة من الأحداث اللي تعيشها فتاة تونسية تعرضت لمظاهر العنف وإن كانت تنتظر من والدها هدية بعد نجاحها في الدراسة. بسكليت كانت هي سبب المشكل وإن تنكر البو لوعده معللا بأسباب واهية تعكس النزعة الذكورية. هكا ترقد سارة بن علي كسيناريست وهيف بن يوسف كمخرج لموضوع الفيلم. ثلة من الممثلين شاركوا في أحداث الفيلم: كمال التويتي، ليلى الشابي، والفنانة ياسمين عزايز. الفيلم سلط الضوء على ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي المسلط على المراهقات، وينبه الفيلم من تداعيات العنف المسلط على المراهقات بمختلف أصنافه، سواء كان عنف لفظي أو رمزي أو اجتماعي نابع من أفراد العائلة. لا نعرف عليك كيفاش تاكل وكيفاش ترقد وكيفاش تقرأ. يحمل الفيلم في مضمونه أبعاد توعوية تحسيسية لمناهضة العنف ضد المراهقات ورفع مستوى وعي الأسر وكافة المتداخلين في المجال حول أهمية مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي. الفيلم استند على دراسة تم إجراءها بتونس الكبرى وشملت 40 مقابلة مع مراهقات بكل من ولايات أريانا وبن عروس وتونس ومنوبة. الفرضيات هما افتقار الفتيات إلى معرفة أجسادهن وحقوقهن الجنسية والإنجابية يجعلهن أكثر عرضة لمختلف أشكال العنف. الفرضية الثانية تتمثل في أن الخصائص الاجتماعية والنفسية للمراهقات تتطلب احتياجات خصوصية من حيث الخدمات الصحية والوقائية وكذلك من حيث الإحاطة النفسية بهم. فيلم بسكليت وضح في جزء كبير منه مشكلة العقلية المشرقية والنزعة الذكورية. ففي ظل التقدم والتطور وحقوق المرأة، هل سنجد نفس هذه العقليات في مجتمعنا التونسي مجدداً؟ هل ستحرم الفتاة من ركوب البسكليت؟ وإلى أي مدى ستعيش الفتاة نفس هذه المظاهر؟ شكرا نورس تليلي. التقرير هذا على شريط بسكليت، اكيد ساره بن علي في السيناريو وهيفل بن يوسف في الاخراج. فيه برشا حكايات من الداخل وفيه برشا ابعاد وبرشا رموز. نرحبوا بياسمين عزيز عازفة الكمان الشهيره والتالنتيوز. ياسمين فرحانه برشا انك معانا اليوم. عايشه دخلت مجال جديد في التمثيل. هاي اللي ولا مانيفيك الاكسبيريونس اللي عملت معهم وعطيهم صحة الكريديف كيفاش عيطوا لي باش نعمل الرول هذايا كي معناتها الرول تري امبورطون في وسط الكور ميتراج. دونك انا ياسر فرحت نورتنا. الا نجلة علاني الحقيقه اول مره يصير شريط الكريديف. ساعه انا متابعه لانشطه الكريديف عندي سنوات، اول مره الكريديف يمر الى التوثيق الى التحسيس والتوعيه عبر الاشرطه، وهذا يدخل في الثقافه في اطار التثقيف والتوعيه. يعني هي نحب نقول ساعة قبل كل شيء هي دراسة اللي قمنا بها، هي زادة دراسة معناها فريدة من نوعها على خاطر العنف المسلط على المراهقات. عادة أكثر الدراسات اهتمت بالمرأة في المراهقة ولا اللي مختصين بالطفولة يهتموا بالطفولة، لكن المراهقة اللي هي فترة حساسة ومفتاح شخصية الإنسان هي مرأة المستقبل ما تعرضت لهاش العديد من الدراسات. هذيك علاش احنا قمنا بالدراسة هذه سوسيو اجتماعي معناها نفسية باش وكما تطرق التقرير 40 مقابلة مع مراهقات في تونس الكبرى. نلقاو اللي المراهقة ما تعرفش القانون 58، ما تعرفش شنو الخدمات اللي تقدم لها، ما تعرفش حتى العنف مطبعة مع العنف. إذا تعدوا معنا في البلاتوات تقولوا قانون 58 أعطينا الفحوى القوانين خلينا نبسطوها كي نبداو فرصة موجودة في البلاتوات. هذيك علاش احنا هي بيدا حتى العنف اللي تتعرض له تلقاها تتعرض العنف وما تعرفش ما تنجمش توصل تسميه وما تعرفش اللي هي قاعدة تتعرض له هذاك عنف. فما تطبيع
نوعا ما مع العنف. هذاك علاش احنا مستنسين نقوموا بالدراسات نتاعنا وبعد نقوموا بحملات توعويه سواء عبر المعلقات ولا عبر بعض الفيديوهات. اخترنا المره هذه احنا مش معناها مش نتوجهوا لجمهور خاص شباب باش ندوروا بها الفيديو هذا بالشراكه مع صندوق الامم المتحده للسكان، وعندنا برنامج مش نقوموا بالتجول في الجهات وفي دور الشباب باش نمشيوا للشباب ونقدموا لهم الدراسه ونقدموا لهم هذا حتى في المعاهد الثانويه والمعاهد الثانويه على القرب. معناه احنا مو على العرض، لذلك احنا هذه اخترنا محمل معناها حب عبر شريط سينمائي وعبر الفن والابداع، ونرجع للثقافه ودور الثقافه والفن والابداع في مناصره قضايا المراه وفي مناهضه كافه اشكال العنف ضد المراه. خلينا علاش البسكليت، شنو الرمزيه نتاع البسكليت، ونبدا بك انت ونتعدى لياسمين. هي احنا اخترنا البسكليت الحقيقه احنا التوصيات نتاع الدراسه قعدنا مع فريق العمل مع المخرج مع كاتبه السيناريو ولقينا نلقاو اللي البسكليت فما في العديد من الموروث الثقافي برشا يقول لك لا الطفله ما تركبش البسكليت. احنا انطلقنا من هذاك وحبينا نعديه في معناها في الشريط هذايا القصير اللي هو 24 دقيقه نعديه، ما حكيناش ما فماش عنف، معناها ما فماش عنف جسدي، ما فماش عنف مادي، لكن عنف لفظي ساعات حتى بالغزرة، فما معناها كالغزرة اللي تغزر لها ساعات كالتمييز بين المراهقة وبين خوها، كيف أشكال العنف التنمر اللي تعرض له في الشارع في معناها هذا الكل. نيلة الزغلامي، أكيد النساء الديمقراطيات أنتم دائما تتعرضوا لمشاكل تحصل المرأة ممكن في سن ما بعد النضج وما، لكن بالنسبة للمراهقات لأنه الموضوع مهم جدا، لأنه ترقى نفسك أنك تحرم من أبسط الأشياء أنك حتى بتركب على بسكليت فتاة، ولا أنه دائما لأنه يخافوا عليها البنت ويخافوا على وظائف معينة ويخافوا عليها في صورة معينة وفي فيزيولوجيا معينة للوظيفة الجنسية للوظيفة متاع التكاثر للعديد من الوظائف الأخرى اللي قاعد يستبطنها المواطن والأب والأم، ومهما يكون حتى نسبة التعليم متاعه ودرجة الوعي متاعه. إلى أي مدى ما تراوش أنه لازم يتم توسيع أفاق العمل متاعكم، الشرائح العمرية اللي توصلوا لها اللي توعيوها أكثر، لأنه إنسان واعي وهو في فترة المراهقة يبدو لي ما يوصلش أن يكون يستكين ويكون ضحية من بعد. هو احنا في الجمعية نخدمه نشتغله باللي جاء، عندنا لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عندنا لجنة مناهضة العنف، وعندنا اللجنة اسمها اللجنة الجنسية والجسدية. اللجنة هذه تشتغل ديجا في عندنا 16 يوم هو سيجور دو كومبا نتاع لمناهضة العنف، نختاروا فيه معناها محور أساسي هو العنف اللي يتسلط على الجسد والتحرش والاغتصاب الزوجي والعديد من وتزويج القاصرات والعديد معناها من المواضيع اللي هي معناها مطروحة في المجتمع واللي يجونا، لان احنا زاد عندنا واجب التحفظ خاطر اللي يجونا ما نجموش نحكيو على ما نجموش احنا نعملوا لهم الانصات التضامني، نعملوا لهم الاحاطه النفسيه، نعملوا لهم المرافقه النفسيه، نعملوا لهم زاد التوجيه القانوني، نعينوا لهم محاميات بناتنا مناضلات معناها متطوعات من اجل الدفاع عليهم، نعاونوهم كيفاش يكتبوا شكايات. هذايا فولي، فما فولي اخر اللي هو نشتغلوا عليه هي ان نعملوا كما قالت الصديقه تراكتاج، معناها نعملوا حاجه محور. اما تو البريود بتاع الكوفيد عندنا عامين كان حددت لنا من طريقه العمل، معناها قعدنا على الديجيتال وقعدنا على بعد وقعدنا والديجيتال معناها الشريحه اللي عملناها معناها على مناهضه العنف كانت معناها مست الشرايح الكل خاصه العنف وقت الكوفيد. ان شاء الله يصير عمل مشترك لانه احنا دينا مديني دينا لكل مكونات المجتمع المدني ولكل ما نشكش في هذا، وانا نعرفك امرأة ميدان نيلة. ياسمين عزيز، اكيد التجربة خليتك تعرف اللي فما مشاكل اخرى يعني ومنها المراهقين يعني ومنها الفتيات في تونس، بالرغم اللي انت ممكن في وقت معين نحسوا انه جوزنا مثل هذه المشاكل ومثل هذه الحكايات البسيطة اللي تعقد فتاة واللي تخليها ما عندهاش ثقة كبيرة في حياتها. كيفاش قبلت الدور متاعك؟ احكينا على الدور متاعك. على الغول نتاعي في دونك سامحني جست نحب نكمل الحكايه نتاع البسكليت. علاش البسكليت؟ انا نراها ما نعرفش كان انت تراها كيف كيما ميتافور نتاع لا ليبرتي نتاع كيما طفله من الاول وقت اللي تولي تسوق الانطلاق
هي ذكا هي وقت اللي تولي تخرج تسكن تعيش وحدها ولا حاجة، ذكا كيفاش نحسها واحد عنده بيسكليت ولا يسوق ولا حاجة، ذكا متاع نجم نمشي أنا وين نحب. دونك أنا حسيت البو في البسكليت كيفاش هو ما عجبتوش، كيفاش طفلة تحب تمشي على البسكليت أبار لفات اللي هي طفلة، الفات اللي ما يحبش اللي هي تخرج من الدار يحبها ديما قدامه وسابتيت فيه وكل شيء. أنا حسيتها هكيك الغول متاعي أنا ياسر ياسر شيخت فيها، خاطر أنا خذيت الغول تقول ياسمين عزيز ما تقولش لي بدلت للشخصية ولا البيرسوناج برجة. أنا فيولونيست دايوغ وأنا نقول ياسمين عزيز من غير الفيولون متاعها اليوم عندك ياسمين اليوم من غير العزيز. قلت لك دونك أنا فيولونيست وقريت البرة ومرتها كما شخصيتك يعني فوالا. وانا نحس فيها اللي انا جو ريبريزونت لا فام تري ليبر، فهمت اللي احنا عندنا دي ريغل في تونس في برشا بلدان اخرين اللي مراه لازمها تخرج تقرا تعرس تجيب الصغار، فهمت دونك غاديكا سي تري كلير اللي هي في قداش عمرها 32 يمكن في قدي وعمرها ما عرست تعمل في دي سبيكتاكل في دي تورني دون لو موند دونك فريمون في البروفيل نتاعي. و لي للبو بوها اللي هو خويا مش فرحان بالحكايه، هو قال معناتها سي با فريمون اون اي معناها المفروض هي زمها دار رجلها وصغارها اكزاكتومون. دونك هذه الصوره صوره نمطيه معناها. سيده راضيه جربي، اكيد في الاتحاد الوطني للمراه التونسيه فما عمل كبير من قبل مش من توا على على كل شيء على كل شيء الحقيقة. هذا تخرس مبادئ جديدة ملاحظة يعني. بركة كان تسمحوا لي بكل لطف، راهو المسائل الحقوقية ما يلزمش نتنافسوا عليها، بالعكس ما نتنافسوا على كيفاش ببعضنا نوصلوا لها. معناها الناس الكل نحبهم أنا وناس الكل نمد يدي نخدموا مع بعضنا لأنه الأهداف واحدة والحق ما تدافع عليه راد. شو ما تقصد بالضبط؟ معناها ما بعضنا احنا نساء مذهبية كي نتقابلوا معناها تقصد أنت الجمعيات وسائل الديمقراطية اللي صديقتي 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 لا معناها ممكن نوضحوا للسادة المشاهدين نحبوا نقولوا احنا راهو كيف نقولوا مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا وما فماش مزايدات. معناها نحب الناس تسمع بور اون فوا على الاقل اليوم في 13 اوت راهو ما فماش منظمه حقوقيه بقطع النظر نسويه ولا نساء ولا رجال في تونس ماهيش متحده في مساله الحقوق. معناها احنا واتحاد الشغل اللي فهم ديمقراطي واتحاد الشغل هما والرابطه احنا والرابطه والمعهد العربي الكلنا متفقين على مسائل تهم حقوق الانسان وهذا اللي يلزم المساج اليوم يمشي كونه المسائل الحقوقيه ما احناش مختلفين فيها بالعكس كلنا دفعنا. كل واحد فينا خدم انا ماهوش مجال باش نقدر نعدد شنو عمل الاتحاد لانه للامانه الاتحاد خدم في فتره الكوفيد على خلاف ربما معناها ناس اخرين. احنا بالعكس تجندنا مش معناها دراسات لكن العمل الميداني اضنانا في فتره الكوفيد لانه يلزمك تعمل الحملات نتاع التقييد ويلزمك تعمل الحملات نتاع توعي ويلزمك انت تمشي تقيد لهم ويلزمك انت تمشي تحضر في لي جورني هذوما نتاع لويت ولو 15 كل فهمت ويلزمنا وخدمنا على العاملات معناها خدمنا خدمه كبيره واعتقد برشا ناس خدمه كبيره يعطيهم الف صحه والمفيد انه غدوه تونس يعطيكم الف صحه يعطيهم ألف صحة. لكن قبل هذايا يزمنا نعرجوا على نساء في تونس كذلك يرفعنا الراية التونسية عاليا الرياضيات التونسيات شنو يقولوا المرأة التونسية. تقرير من أعداد زميلتنا إسلام بن صالح وزميلنا خالد اليعقوبي تابعوا مع بعض. Inch'Allah, toutes les femmes tunisiennes y continueront leur mission de défi de femmes. Inch'Allah, elle est dans le domaine de la riada. Inch'Allah, riada, tu es من حسن إلى أحسن في كرة اليد وفي كرة اليد البيتش. Inch'Allah, la mère tunisienne تكون ديما في العلالي وتكون قد المسؤولية كما يقولوها. وإحنا on est très fiers pour la femme tunisienne.
et je vous embrasse toutes et je vous souhaite une excellente journée, une excellente fête de la femme tunisienne. وربي معانا وربي بعد علينا البلاد وإن شاء الله يا ربي كلنا مع بعضنا ونتحدوا ونكونوا ديما قويين كيما المرأة التونسية أقوى وأقوى. شوفوا زمباس عسلامة. أنا عبير عثماني، لعبة في المنتخب الكرة الطائرة النسائية ونلعب في نادي نسائي بكارتاج. نحب نقول لنساء بلادي الكل كل عام وانتم حين بخير بمناسبة عيد المرأة، ونحب نقول كل عام وحنا قويين، كل عام وحنا انديبندونت courageuse et magnifique tout simplement. معكم درصاف الجنواتي الحكمة الدولية التونسية في كرة القدم. نحب نهني الشعب التونسي وخاصة النساء باحتفال بلادنا بعيد المرأة، فكل عام ونساء تونس بألف خير، وكل عام وهم النور والسرور والحنان والدفء، وكل عام والنساء متألقات في جل المجالات. رجل جبالي، لعبة بالمنتخب الوطني التونسي لذوي الاحتياجات الخاصة. نحب نهنيكم بمناسبة عيد المرأة، كل عام وانتم حيين بخير، كل عام وناس بلادي حيا بألف خير، بحكم أني زادة أنا مرأة كيفي كيفكم وبطلة اللي شرفت بلادي وإن شاء الله القادم خير. نهاش أخوها، لعبة بالمنتخب الوطني التونسي. حبيت نهني كافة الشعب التونسي وخاصة المرأة التونسية بعيد المرأة، وإن شاء الله يا ربي كل عام هم حيين بخير وإن شاء الله تونس بخير وإن شاء الله بلادنا ديما. أنا مريم بريك، لعبت كرة طائرة. بالمناسبة هذه نحب نعيد على المرأة التونسية ونقول لها إن شاء الله كل عام وهي حي بخير. عسلي منيس الكل، شيماء رحموني، بطلة عالمية في رياضة رفع أثقال. نهني كافة الشعب التونسي وخاصة نساء تونس بمناسبة احتفال بلادنا بعيد المرأة، فكل عام ونساء تونس بألف خير. السلام عليكم، أنا شيماء العباسي، قائد المنتخب التونسي لكرة القدم النسائية. حبيت نهني الشعب التونسي بعيد المرأة خصوصا نساء تونس، إن شاء الله ديما متألقين. شكرا لكم، شكرا لهم على تهانيهم، وشكرا لكم على انكم دائما ترفعوا رايت تونس عاليا. هذو ما من الرياضه، نمشي للفن. كعزفت كمان هكا دوليه وعالميه، ياسمين عزيز، شنو تقول للنساء، شنو تقول للبنات، للمراهقات، للشابات التونسيات؟ يعني نحب نقول نحب النساء عندهم اكثر ثقه في روحهم، خاطر نحس مازال فما برشا نساء يقولوا ما نجمش نعمل، ولا سي مال في، ولا خاطر انا مرا ما نجمش نعمل. نحب نقول بربي بربي محليكم، وسورتو لي فام باتونت اللي عندهم معناتها باسي كي نيبا فاسيل وكل شيء. نحب نقول لكم اعطيكم الصحه ديجا وخلينا نقدموا معناتها في تونس. شكرا لك ياسمين عزيز، نورتنا اليوم على خاطر ديما تعطينا امل، واحنا نفرحوا برشا كي نراوك معناها ما شاء الله مشاعه على مستوى دولي، ونحن ديما نستمتعوا في حفلات ياسمين عزيز. دمتي مبدعه عزيزتي، وان شاء الله كل عام وانت حيا بخير. ميرسي. نيله عزيزتي، عندك ما تقول؟ ديما عندك ما تقول. لا فقط، ولا ما يتسع، ولا يتسع معناها الوقت. نتمنى باش نتحدثوا بالحق معناها على اللي عانوه النساء، وعلى النساء المهمشات والمقصيات والمضطهدات، وعلى المساواة والتناصف في القانون الانتخابي، والتناصف في الحكومة، والتناصف في مواقع القرار، والعمل معناها كلنا مع بعضنا في المجتمع المدني وفي المؤسسات زادة اللي تخدم واللي تؤمن. احنا مدين دينا في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية، الكل شخص والكل منظمة والكل هيكل يؤمن بالمساواة التامة والفعلية ويكرس فيها معناها، ومقتنع ومؤمن بحقوق الكونية للإنسان والحقوق الكونية للنساء. آخر حاجة نحب نقولها، نحب نترحم معناها ونحيي الراحلات منا، لأن هذا زاد مناسبة باش نتذكروا نضالاتهم، باش نتذكروا زينب فرحات، نتذكروا صفي فرحات، نتذكروا نزيهة جمعة، نورة البورسالي، أسماء الفني، كل الراحلات معناها أيقونات النضال النسوي، أيقونات بناتنا الراحلات اللي هما حياة في داخلنا ومعانا، وإحنا نعدوهم مازلنا مواصلين النضال والمسيرة تستمر ونحبوا تتحقق قوانين جريئة للنساء، ويزينا من الكلام من الفضفاض، نحبوا في كل مناسبة بالحق نحقوا مكسب للنساء من أجل المساواة. بارولي من أجل المساواة. شكرا لك نيلة العلاني، رئيس جمعية النساء الديمقراطيات. كل عام وانت حية بخير. سيدة نجلة علاني، مديرة العامة للكريديف، كلمة الختام.
نحب نقول اللي احنا معناها كمؤسسه وطنيه مدين يدينا كيف كيف للناس، واحنا كي نمشيو ونتنقلوا للجهات نمشيو مع معناها الاتحاد الوطني للمراه التونسيه مع كافه معناها مع كافه الجمعيات، وكيف كيف احنا نعطيو نحييو النساء هذوما، احنا فخورين بهالانجاز هذايا اللي على قيد الحياه واللي توفوا وكملوا المسيره خاصه قمنا واضح تكريمهم. شكرا لك سيدتي الكريمة. كلمة الختام سيدة راد. بنقول للتونسيات ما تسكتوش وغدوة خير، ما تسكتوش على حقكم وأكيد غدوة خير. شكرا لك ياسمين عزيز، نورتونا هذا المساء. أكيد شريط بسكليت باش تتابعوه بعد على الوطنية الأولى بعد نشرة الأخبار، نتابعوه وخاصة ناخذ العبارة منه. شكرا لكم ضيفتي الكريمات اللي حضرتوا معنا، كل النساء وكل الرجال وكل المجتمع التونسي اللي تبعنا اليوم في هذه اللقاء احتفاء واحتفالا بعيد المرأة التونسية اللي هو مرور 65 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية 13 أوت 1956. كامل الفريق نقول لكم شكرا جزيلا، شكرا للزهور الممتازة على مشموم الفل. نقول لكم إلى اللقاء، نلتقي في مواعيد تلفزية قادمة بإذن الله.